أسماء بنت عميس تحدث تقول: كانت الزهراء كأحسن ما تكون عليه المرأة ذلك اليوم. قدمت الحسن والحسين، غسلت رأسيهما، هي اغتسلت، لبست ثيابها الجدد، وقالت لي: يا أسماء إني طاهرة مطهرة لا يكشف عني، وداخل في حجرتي هذه أصلي وردي. الحسن والحسين غسلت رأسيهما، ألبستهم ملابسهم، اذهبا إلى أبيكما علي. طلعوا. زينب في بيت أم سلمة، شوف القصة وين تأتي. هنا دخلت فاطمة إلى الحجرة. الآن الرواية هكذا، رواية هذه، والزهراء الوصية التي أوصت أمير المؤمنين هي نفسها، أعني الوصية، كتبتها في ورقة وتركتها تحت رأسها. لما أجى أمير المؤمنين إليها وجد هذه الورقة تحت رأسها مكتوبة: توصي أبا الحسن، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني، هذا وجها لوجه. أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحبي غسلني، حنطني، كفلني، وصلي علي، ولا تشهد جنازتي، هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل. إذا هدأت الأصوات ونامت العيون، الآن أنا أكلفكم تكليف هكذا: إذا ذهبتم إلى البقيع، هناك التفتوا في البقيع، انظروا بين البقيع وبين قبر النبي، وين قبر الزهراء فاطمة؟ بالورقة مكتوب هكذا نفس الشيء، أوصته بالحسن والحسين. الآن تقول أسماء: دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، إذ انقطع صوت فاطمة، ناديتها يا زهراء ما أجابت، يا أم الحسن والحسين ما أجابت، دخلت عليها الحجرة وإذا بفاطمة ممددة نحو القبلة، الرداء على وجهها، كشفت الرداء عنها وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. تقول: أنا في ذلك الحال أنتظر قدوم الحسن والحسين. هذا يعطيكم إشارة، الشاب اللي يطفئ الأضوية، يقولكم الليلة بيت الزهراء هكذا، ما في ضياع هذه الليلة. وإذا الحسن والحسين رجعا من المسجد، دخل الدار، أول سؤال طفها على شفتي الحسين، قال: أسماء، أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما: سيدي، إن أمكما نائمة. قال: وما ينيم أمنا في مثل هذا الوقت، ليس من عادتها ولا من شأنها أن تنام هذا الوقت، إنه وقت صلاتها وعبادتها. تقول: هيأت لهما طبقا من الطعام، وضعت طبق الطعام بين يدي الحسن والحسين، كلا يا قرة عيني رسول الله. تقول: نظرت إليهما أطرقا برأسيهما إلى الأرض. الله أكبر. كلا يا قرة عيني رسول الله. قال: أسماء، من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟ انفجرت بالبكاء أسماء. أقبل الحسين مهرولا إلى الحجرة، فتح باب الحجرة، جلس عند رأس أمه فاطمة مناديا: أمه كلميني، أنا عزيزك الحسين، أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. صاح: أخي أبا محمد، عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة، يا قلب ذوب وهيل يا دم غير على الماتت وتصرخ يا ظلغي. تقول: دخلت الحجرة، أسماء تتحدث، تقول: والله يا جماعة اسمعوا ماذا تنقل لكم، الإمام الحسن وقع على رأس أمه يقبل. تقول: والله لقد كسر قلبي الحسين، رأيته منحنيا على قدمي أمه فاطمة يقبلهما
ويقول أمه أنا عزيزك الحسين. قلت لهما سيدي اذهبا إلى أبيكما علي واخبراه بموت أمكما فاطمة. أقبلا إلى المسجد في بكاء ونحيب. استقبلهما الأصحاب: ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله؟ لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. قالا: لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. الإمام لما سمع وقع، قام ووقع على وجهه: الله أكبر. ثم خرج يأخذ بيد الحسن والحسين إلى الدار، جلس عند رأسها يقل لها: دقل لي إيش دايسين، مرت جبدتي يا حسن وحسين. تقل لو تراني طاهرة ولو غسلتني أريدك لا تجس ضلعي يومتني. وضعها على المغتسل وأسمى تعينه على صب الماء. كذلك هاي الرواية تنقل عن أم سلمة وأم أيمن، تقول: لحظة واحدة وإذا الإمام أمير المؤمنين اعتزل ناحية في الدار وأجهش في البكاء. قلت له: سيدي أنت تعلمنا على الصبر. قال: يا أسماء، لقد رأيت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسور. قبل أن يعقد أزرار الكفن، طبعا المدينة ضجت بالبكاء كيوم مات فيه رسول الله، ذهل الناس اندهشوا. لكن سلمان خرج قال لهم: أخر إخراج الجنازة. ولذلك دفنها في الهزيع الأخير من الليلة. الآن لاحظوا الدقة، يقول: قبل أن يعقد أزرار الكفن أمير المؤمنين يقول: ناديت يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلثوم يا فضة، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. جاء الحسن والحسين، ألقيا بنفسيهما على أمهما فاطمة. علي يقول: والذي نفس علي بيد خفح لشك، والذي نفس علي بيده، رأيتها حنت وأنت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. فسمعت المنادي ينادي: يا علي ارفعهما عن جسد أمهما فاطمة، فلقد والله أبكيا ملائكة السماء. الآن أخرجها. الآن أنتم جالسين أحبابي، كلمة أقولها لكم وأختم المجلس، بس كلمة واحدة، لأنه في مواكب عزاء وكذا، وعدنا الليالي القادمة إن شاء الله نشترك بارك الله فيكم. أقول لكم هذه الكلمة أحبتي: كل واحد منكم لما يسمع أن هناك تشييع لفاطمة الزهراء حصل، تلاحظ تشييع في آخر الليل وأخرجها حفنة من المشيعين، كل واحد منكم يحب أن يشارك في تشييع فاطمة الزهراء. الآن هذا رمز، رمز هي قالت، أوصت أمير المؤمنين وقالت، يظهر الشباب بارك الله فيكم تفضلوا، جايبين النعش، جايبين النعش، فأنتوا إذا أنتوا بارك الله فيكم إذا تقومون بارك الله فيكم هالشكل حتى هم يدورون بالنعش، قوموا كأنهم تشيعوها تشيعوها. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: اي وعزة الجبار. امشوا امشوا خلف امكم فاطمة، امشوا وراها هكذا، امشوا امشوا، تحركوا دقائق دقائق وراءها بارك الله فيكم. وهؤلاء أبناؤها بارك الله فيكم. يا الله يا الله. ونعشي ونعشي ابن عمي مرتشيلة، نص الليل اريد يصير شيلة، وعلي تراب قبري منتهي للقبر، لا تخلي رسم يظهر. الإمام أمير المؤمنين لما أوصلها إلى القبر التفت إلى أبي ذر قال: عم يا أبا ذر، خذ بيد الحسنين وارجع بهما إلى الدار. ثم قال للمشيعين هؤلاء الحفنة، سلمان وأبو ذر والمقداد:
ارجعوا لا حاجة ببقائكم، أنزلها في القبر. هاجت به الأحزان، اتجه إلى رسول الله، قال السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قال يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عن سيدة النساء تجلدي. ثم يقول ما أقبح الخضراء والغبراء بعد فاطمة يا رسول الله، فلقد اختلست فاطمة، أخذت مني فاطمة، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. ثم يقول هذه الكلمة، قال يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. يا أبا الحسين حاشاك سيدي من كل تقصير ولو بمثقال ذرة، أنت مطلق الكمال، من الله جعلك كامل وأكمل بك الدين يا مولا، ولكن الوديعة رجعت يا سيدي لرسول الله، عينها مضروبة على عينها اليمنى، ضلعها مكسور. الليلة الإمام الحسن كان يبكي 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 كثيرا. أمير المؤمنين قال بني هون عليه، قال والله يا أبا لو رأيت أنت الذي أنا رأيته لبكيت أكثر مني. قال ما الذي رأيت بني؟ قال أبا لما رجعت مع أمي فاطمة وبيدها الكتاب الذي أخذته من الرجل، استلقاها ولحقها في الطريق فلان وفلان وفلان وقنفذ الله أكبر، فصار يضربها على جنبيها وعلى صدرها حتى أنهكها من الضرب ووقعت على الأرض. يا أبا ورأيت فلانا ضربها على وجهها حتى نقفت القرط من ابنها. الله أكبر. يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهيل ولا بقالي فكر، يا الباب انشدك وين محسن سقط.